إذا ترى طيب أنا بحل وصار. عنك تسمح لي؟ أبدا أنت طيب. بس أبغى أسألك سؤال شوي. طبعا جمعية عروة تأسست في عام 1426 هجري، وهي جمعية أهلية مرخصة برقم 333، تمام؟ حساباتهم موجودة على الشاشة، فيها عندهم كفالة اليتيم اللي هو سهم الراحم وأسرته 300 ريال، سهم الراحم ووالديه ب 800 ريال، سهم الراحم وأسرته ب 1600 ريال، سهم الراحمون ب 30,000 ريال، بناء متر مربع ب 3,000 ريال، بناء شقة كاملة ب 300,000 ريال، تمام؟ فالدال على الخير كفاعله. الله الله. أبغاك توجه للمشاهد رسالة تحثه إنه يتبرع باللي يقدر عليه. هم والله أهل خير، يعني ما يحتاج نوصيهم، لكن على ما قال نذكرهم فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حنا يا نشامة بكل أدنى مشوار نحذف 200-300-400 ريال ولا نحسب حسابه، فما بالك بشيء فيه أجر ولا وصدقة جارية. أقل المعروف، لا والله إنها بعد خير واجد، إنك وشو تنشر المقطع، تنشر الوقف هذا، طريقة إنك تبرع في الراجح، تدخل الراجحي بتكتب الجمعية تطلع لك 300 ريال. إن كان والله أنا سيف كل حالتي شوي تعبانة، اللي بقدر أسويه إنه وشو أنشرها لو إني برا القناة، فأنت اللي تشوفنا انشر، ترد على الخير كفاعل، يعني نشرته واحد تصدق ترى كأنك تصدقت. الرسول يقول أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، والدال على الخير كفاعل، حتى لو ما تقدر تتبرع تبرع. وفيه واحدة متبرعة بنيتكم قبل شوي وأرسلت لي الإيصال تقول بنية المتسابقين الموجودين. الله يبيض وجهك، الله يجزاك خير، الله يبيض وجهك. عشان كذا قلنا نتكلم ونحث المشاهد، لأنه والله يشوف في كثير مشاهد يحبونكم ويتبرعون بنياتكم، يتبرع بنية أبوك ويتبرع بنية، والله جد أنا أذكر إني كنت بشارك في أحد البرامج تبرعات بنية موتى لنا موتى والله، ففيه ناس تحبك خلف الشاشة تتبرع بنيتك، عرفت؟ تبرع بنية شخص مريض لك عن قريب بعيد أيا يكن، والدال على الخير كفاعل. شكرا لك يا عيني. الله يبيض وجهه. طيب. الله يبيض وجهه. الله يقبلك إن شاء الله. نبي نشوف رسالة كذا بس من الهاشتاج. ختم بدري اليوم شيف. كيف